في يوم، يوم العهد، اليوم اللي ربنا خلقنا فيه وجابنا فيه واشهدنا انه انتوا هتنزلوا عشان تعبدوا وما لكمش رب غيري. فبيعدي السنه وبيجي اليوم ده، اليوم اللي بتجدد فيه العهد مع ربنا. فبقيت الايام اللي قبليه 9 اللي قبليه بقى مقدمه ليه، فبقيت الايام دي كلها عند ربنا دي اهم واحب ايام عند ربنا، افضل ايام الدنيا، لانها بتخلص بيوم بوقفه بنقف نقول لربنا فيه احنا على العهد، احنا عارفين انت مين، احنا عارفين احنا مين، احنا عارفين احنا قلنا ايه، واحنا عارفين موجودين ليه. يوم انت بتقول لربنا فيه انا بجدد العهد ده، وبتقول له قد ايه انت عارف ان انت قصرت في العهد ده وفرطت في العهد ده وما عبدتوش كتير وخالفت كتير وحاولت كتير وناوي تكمل على العهد ده ايا كان بقى تقصيرك الريت بتاعك، بس انا فاهم، فاهم ده ايه. عشان كده ربنا لما بيجي يوم عرفه ايه اللي بيحصل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مفيش يوم ربنا بيعتق فيه زي عرفه، مفيش يوم ربنا بيغفر فيه زي عرفه، مفيش دعاء زي دعاء عرفه، دي كلها احاديث، خير الدعاء دعاء عرفه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، مفيش حاجه زي عرفه. فحتى كان يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيبقى ماشي في يوم عرفه كان على طول عامل كده، ولما يبقى ماسك حصانه كان يبقى ماسكه بايد واليد الثانيه عامله كده. ما هم ما احنا نتكلم اليوم ده يعني من الفجر للمغرب 7-8-10 ساعات، اهم ساعات في عمرك. انت ممكن يعني انت ممكن تلحقش عرفه ده، بس نفترض لحقته عادي جدا ما تلحقش عرفه اللي جاي، فيبقى عندك لقطه مهمه جدا في حياتك عامله زي يوم القيامه كده. انا بالنسبه لي يوم عرفه ده كده، فالايام دي كلها بتمهد لك انت داخل على ايه. فربنا كرم الايام دي جدا وعظم الايام دي جدا. فهل انت مدرك تاني بقى ان انت عبد زي ما مازن قال؟ لو حاسس بدي هتبقى فاهم انت داخل على ايه. انا داخل على اللقطه اللي هي بتقول انا بقول لربنا انا عبد، مش بقى حد بيفكرني. عارف لما الامتحان يقرب ويجي يوم الامتحان ده يوم عرفه، هي دي الايام دي. ففهمتوا يا جماعه ان هي مش شويه اي حاجات ناخد فيها ثواب ونروح؟ طب فهمتوا ليه الشيطان بيلعب على ان احنا نبقى غافلين في الايام دي ونبص اليوم عرفه ونعلم اولادنا على انه ايه، لو صمت اليوم ده هيغفر لك سنه قبل، هيغفر لك سنه بعد، يلا شكرا خل هو العرفه. قصور والله العظيم فظيع في فهم قيمه حاجه زي دي. ربنا بيعمل ايه في يوم عرفه؟ بيباهي الملائكه. انا مش هقول حاجه ان شاء الله الا لو تاكدت ان هي ايه، ان هي حديث كويس، حديث صحيح، حديث حسن. بيباهي الملائكه بيقول لهم العباد دول اللي انتوا قلتوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها، بيباهي الملائكة فيه فعلا بيفسدوا، بس فيه قال إني أعلم ما لا تعلمون، فيه فضلوا صابرين وصامدين وعلى العهد. هم دول ربنا خلق الكون ده عشانهم وعمل الجنة عشانهم. تخيل لما أنت تبقى منهم ويباهي بك الملائكة. الموضوع مش موضوع ذنوب، ربنا بيحب التواب اللي هو بيذنب، ربنا بيغفر للي بيذنب. الموضوع مش موضوع ذنوب، الموضوع دلوقتي موضوع عبودية. انت مين اصلا؟ هنفضل نذنب وهنفضل نقصر وهنفضل نحاول نبقى احسن، بس ان انت تبقى ملتزم بانك على العهد بانك عبد، هو ده الحوار كله يا جماعة، هو ده الحوار كله. تروح لربنا انا عارف انا مين وانت مين ومفروض اعيش ازاي، بس دي وقعت مني ودي ضعفت ودي كنت ناوي ودي حاولت.